بعد بحث عميق توصلت إلى ما يخفيه لاعبون الموفمنت السريع والحركة السريعة من إعدادات وكيف يصلون للسرعة القصوى وأعلى حساسية. تابع بهذا الفيديو اللقطات وبعدين نرجع نكمل شرح. Kill confirmed, and we located the rest of them. Enemy soldier incoming. Barbita. C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'il y a Cross qui est actuel. J'aime trop lui. Il est toujours là. السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم فيديونا راح يكون شرح عن كشف سر من اسرار الموفمنت السريع اللي توصلت له بهاي الفتره بعد بحث عميق بالاعدادات وتجربه جميع الاعدادات. يلا توصلت لهذا الموفمنت السريع. مثل ما شفتوا باللقطات كانت السرعه مو طبيعيه، وصارت السرعه عندي فرق 180 درجه عن السابق. بي سلبيات وبي ايجابيات، لكن الايجابيات تسيطر شوي على السلبيات بسبب انه مراوغتك للاعب وسرعه الحركه عندك راح تكون لك الافضليه بالمواجهه. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسانا باللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، واذا ما حبيت تشترك لا تشترك من اصلا. بس اريد احكي بموضوع صراحه مضوجني قبل ما نبدا بشرح الاعدادات. الموضوع هو انه هذا الاشعار اللي خلوا اغلب اللاعبين العرب والعراقيين او من هواي دول عربيه يستخدمون اشعار غزه، اللي دخلت بعض الاتيام اللي شفت مسبه منهم، خصوصا الاتيام السعوديه صراحه احكيها، مو الكل، البعض، انا ما احكي على الكل، البعض يسبون غزه لسبب غير معروف. ما ادري شنو السبب اللي يخلي عربي يسب اخوه العربي، ليش ما ادري، ويدافع عن الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العرب اللي هم مسلمين مثلك، وانما المسلمون اخوه، يعني هاي معروفه عندنا بالاسلام. انت شلون تصير ويا الصهيوني اليهودي المحتل اللي مختصب الاراضي الفلسطينيه وتترك اخوك المسلم؟ يعني هنا الكارثه. ما اعرف شنو السبب، اتمنى توصلون هاي الرسالة وتوصلون هذا الفيديو حتى يسمعونه يا اخي السعوديين، خاصة ما ادري ليش ادخل ويتيم سعودي ينهال بالمسبة على غزة وعلي، ما شنو السبب ما اعرف. سبحان الله، احنا جايين نشوف بهاي الفترة الدول الأوروبية. Can you say free free Palestine? Free 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 free. أوروبية بعد ما شافت العرب كلها ساكتة، الدول الأوروبية طلعت كلها تتظاهر، أمريكا الشعب الأمريكي كله يتظاهر، جامعة هارفرد وغيرها وما أدري اسماء الجامعات، أنا قلت لكم مقاول بالإنجليزي، هاي الجامعات الكبرى جاي تتظاهر، الطلاب كلها جاي تتظاهر بسبب الدمار اللي جاي يصير بغزة والأطفال اللي جاي ينقتلون يوميا. سبحان الله، وهذا المعنى الحقيقي لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن تولوا يستبدل قوما غيركم. يعني رب العالمين بعد ما شاف العرب اللي هم نايمين حاليا اللي ما طلع منهم اي شيء، خصوصا الدول العربية ماكو اي، ما شفنا اي شيء منهم صراحة، يعني نحكيها لكم،
ربك طلع خلى قدرة انه الاوروبيين جميعهم بعد ما شافوا بأم اعينهم اللي جاي يقتل منه، واللي جاي يغتصب الاراضي منه، واللي جاي يهجر منه، واكتشفوا سبحان الله هي من ربك. بعد ما اكتشفوا طلعوا على الحق، لان عندهم انسانية. وصراحة بعض العرب بعض منهم ما عندهم اي انسانية. هسه نبدي نشرح الاعدادات. تجي على اعدادات كنترول يا ضلعي، انا طولت عليكم بس لازم احكي بهاي القضية يا شباب. يا جاي نشوف كوارث والله. البارحة ضوجوني تيم انهالوا بالمسبة علي وعلى غزة وعلى فلسطين. ليش؟ هم تيم سعودي. يعني اتمنى السعوديين نعرف شنو السبب، علقوا لي بالتعليقات ليش تسبون غزة وهم مسلمين مثلكم، وهم مغتصبوا اراضيهم من يهود. يعني انت مسلم والمسلم اخو المسلم. بس اتمنى تكتب لي بالتعليقات رد يقنعني حتى انا اقتنع. يلا نبدي هسه على الاعدادات. شوف راح اعطيكم اول سر وبعدين ننتقل للبقية. تجي على الديد زون يا ضلعي، الديد زون شو تغير بيه؟ شوف هنا أنا صفر، هاي عندك 99 او اكثر او اقل، فانت شو تسوي؟ هاي تغيرها عندك تسويها 15. 15 راح يغير عندك الحركة او الموفمنت بعصا التحرك، يعني العصا اللي تتحرك عندك راح السرعة تتضاعف. شلون؟ انت مكان ما تضغطها للامام يلا يتحرك، يعني تضغطها للاخير يلا تتحرك، هنا بس الطخة راح يتحرك عندك اللاعب بسرعة، يعني راح يتحرك بصورة سريعة. هسه اجرب لكم اياها باللوبي دقيقة. هسه نشوف هنا، شوف اللاعب عندي حتى يتحرك وحده اصلا، لان هذا الجويستيك اللي عندي عاطل. اسجل لين ينطي المايك او الصوت، مو مثل ذاك الجويستيك يضيع الصوت شوية. شوف 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 الحركة، رأسا يركض. هاي بس اطخه. شوف الحركة 360 يسويها بصورة سلسة وسريعة مثل ما قلت لكم. هاي اول وحدة. زين بهيج حالة راح يضيع ايمك، شلون راح تثبت الايم؟ للعلم اذا تريد السرعة 360 درجة الفرة مالتك تصير اسرع، تقلل هاي سويها 90، لا تنزل عن التسعين نهائيا، لان اذا نزلت عن التسعين درجة راح يضيع ايمك جدا، ما راح يسيطر عليه. اذا تريد تسويها 90 تمام. زين شلون تجي تثبت ايمك هنا اذا ايمك يضيع وما راح يسيطر عليه؟ تروح على الايم هنا، أنا حساسيتك 20. للعلم الحساسيه من تسويها 20 تجي على هذا الخيار تسوي 0.50. شلون تفعل هذا الخيار؟ تتقل تسويه على كوستم وهذا تغير بيه تمام، تخليه 0.50. بعد ما تغير بيه ترجع الحساسيه 20، خلي حساسية 20، وكذلك هذا نفس ما قلت لكم الطريقة سووها تمام. هنا الـ ADS تخليه 0.80 تمام. بعد ما خليته 0.80 تنزل هنا هذا 0.1. تجي على الديناميك، هنا الديناميك تضغط مربع راح يطلع لك هذا الخيار تسوي 0.70. هاي شوية راح تسيطر على الايم، واللي يعني اللي راح يصير السرعة والحركة راح شوية تضيع ايمك مثل ما شفت باللقطات، ان شوية اثناء اللعب ما اسيطر، عفوا على الايم. بس هاي الاعدادات راح تخليك تثبت الايم والسيطر عليه بالجيم واثناء المواجهه. هسه انتهى شرحنا لهذا اليوم، اتمنى ما اطلت عليكم بهذا الفيديو. جربوا هاي الطريقه راح تحسون فرق بالموفمنت غير طبيعي وسرعه غير طبيعيه. اتمنى نال اعجابكم، لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. راح اخلي لكم بعض اللقطات اللي اثناء التدريب على هذا أثناء التدريب على هذه الإعدادات، استمتعوا بيها. نلتقي بفيديو آخر، مع السلامة يا شباب. ترى عربي يا مال، عربي معي والله. شطرة تغلب الشجاعة. ايوه رقم اربعة عندك.
نكبني يا ولد. ثمن واب مو سلاح زك ترى. لا 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 والله والله غدرة لا يل... يا حلو انت ما شاء الله.